السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم كلامنا راح يكون عن أول محاضرة من مادة ميديسينال 1، هي افتتاحية لمساق الميديسينال العام، يعني في عندنا ميديسينال كيمستري 1 و 2 و 3، بعدها هم يعني بمهدوا لمادة التصميم الدوائي. بالنسبة للمقدمة أو المحاضرة الأولى ميديسينال كيمستري، هي بتعطي المفهوم العام لإيش هي الميديسينال، يعني إيش هو المهتم فيه بدراسة الميديسينال. طبعا هي المفهوم العام is the science that deals with the design and development of the pharmaceutical agents that has a desired biological effect on a human body and other living system. طبعا بشكل عام احنا بندرس المركبات اللي لها تأثير مرغوب فيه. هسه هاي المركبات بيكون فيها مجموعات، او يعني هي احنا بنكتشفها كمركب كامل، بعدها بتم دراسة هذا المركب للبحث عن اي مجموعة من هذا المركب ككل هي اللي بتعطي هذا التأثير، او هل يمكن انه اضافة تحسينات على هذا المركب، او هل في اشياء سلبية ممكن التعديل فيها على المركب حيث انه يتم ازالتها من خلال تطويره وغيره. او طبعا مرات احنا بشوفوا في مثلا مركبات داخل الجسم بتم تقليدها بادوية صناعية. طبعا المحاضرة الأولى عبارة عن مقدمة ومعلومات عامة، يعني مثلا أول شيء تعريف الدراج، إذا كومباوند ذات انتراكت وذ ذا بايولوجيكال تارجت تو برودوس ا بايولوجيكال ريسبونس. التارجتس طبعا احنا في عندنا ممكن الإنسان، فانجاي اور اني ثينج، يعني ممكن يكون في عنده ريسبتور أو ممكن يعني يستقبل الدراج. أما ريسبونس ممكن يكون احنا في عندنا ديزايرد اللي هو يصير في عندنا تريتمنت، أو إنه إذا كان في البكتيريا يكون في عندنا إليمينيشن. أما انديزايرد فهو على الجسم الإنسان بكون سايد افكت، اما البكتيريا فهو احنا هنا الانسان بيكون بده الانديزايرد لانه بيقدر على البكتيريا. طبعا ممكن اي شيء يكون دواء في حال اعطى ريسبونس، ففعليا اي شيء ممكن يعطي حتى الطعام او المشروبات السريعه. هسا حكينا ايش احنا حكينا بشكل اساسي. الميديسن كيمستري يعني العالم المهتم في الموضوع بيهتم بانه ينتج او يبحث في مركبات، يبحث عليها عن الاس اي ار اللي هي المجموعة اللي فعلية إلها تأثير. مثلا بهذا الشكل عنا مجموعة البي 3 إلها تعطينا مثلا إنها إمكانية للسبستيوشن أكثر، ممكن هنا مثلا تعطينا إنها تنهي الأكتيفيتي، ممكن الزنك يعطينا إسنشال أكتيفيتي. فبتم دراسة هذا الستركشر لمعرفة إنه إيش المجموعات اللي فعليا أعطت تأثير، وإيش المجموعات اللي أخفت التأثير فممكن نزيلها، أو مجموعات مثلا إذا عدلنا عليها ممكن نسهل امتصاص الدواء أو التخلص منه. بعدين في عنا اشي مهم كثير اللي هو الايديال دراج. الايديال دراج هذا يعني اهم يعني كامتحان، يعني في الاشياء اللي بتيجي امتحان الايديال دراج مهم. لازم تعرف ان الايديال دراج هو نوت توكسيك، فما له سايد افكت، يكون افكتيف اند بوتنت، يعني انه يعطي فعالية تامة، سيلكتيف بحيث انه فقط يشتغل على العضو المهتم يعني اللي بدنا يأثر فيه، لانه النون سيلكتيفيتي بتأثر وبتسبب كثير سايد افكت. easily administered يعني يكون كمان متقبل من المريض، cheap عشان يكون كمان متقبل من المريض، لكن لازم تكون عارف كمان انه لا يوجد ideal drug، لانه كل شيء بالاخير بيكون فيه له عيب معين. بس الهدف من الميديسينال كيمستري هي تخفيف هذه العيوب وجعلها قدر الامكان ايجابيه بدون باقل سلبيات. خلينا نشوف امثله ليش احنا ما في عندنا ideal drug. ممكن هاي تيجي سؤال why you didn't have an ideal drug، غير انه مثلا انك تحكي you can't، يعني هاي امثله واقعيه. ان البنسلين او البنسلين اول ما تم اكتشافه كان فعليا هو ايديال، لكن البكتيريا هي عندها قدره على تحصين نفسها ضد الانتي بايوتيك. البنسلين كان ممتاز، لكن البكتيريا حصنت حالها وصار في عندها ريزيستنس. الريزيستنس هذا خلى البنسلين غير ايديال. عندنا المورفين والهيروين، اثنيناتهم يعني شغلهم بيجي كانالجيسيك او كأدوية مسكن الألم. الاثنين من أفضل المسكنات أو البين كيلر، لكن اثنيناتهم عندهم يعني مشاكل متشابهة بأنهم بيسببوا الإدمان، أو حتى في حال زيادة جرعتهم يسببوا خطر كبير بأنه يصير في عنا respiratory depression، أو بعده بيمتد يصير في عنا CVS و CNS depression. هسا بشكل عام احنا حكينا عن الأشياء ليش ما بيكون في عنا ideal drug. في عنا drug made، هسا في عنا قواعد عامة أنه الدواء بشكل اساسي بتركيزه العادية ممكن يكون سام، وممكن بتركيزه العادية يكون يعني يكون يعني نافع. هسا ايش اللي بيعتمد على هذا الشيء؟ احنا في شيء اسمه ثيرابيوتيك اندكس. ثيرابيوتيك اندكس اللي هو الريشو بين التركيز اللي بيسبب موت 50% من العينات عند ترك، يعني احنا بنحسب ايش التركيز اللي سبب موت 50% من العينات، وبنقسمه على التركيز اللي اعطى افكت ونجح في علاج 50% من العينات. فهو therapeutic is the ratio of dose that leads to toxic effect in 50% of cases that leads
to therapeutic effect in 50% of the cases. طبعا احنا القيمة راح نقسمها مثلا لو كان في عندنا منحنى هي بتكون على شكل منحنيات. اذا كان المنحنى احنا هيك مثلا بكون في عندنا منحنى، بكون في عندنا هذا منحنى للثيرابيوتيك اندكس مثلا، وهذا منحنى للسيف هذا الاي دي 50، وهذا منحنى ليثال دوز. نحسب انه احنا في عندنا مثلا الليثال دوز عند ال 50 وصلت مثلا، هذا اذا كان لون 50 وصلت رقم مساوي مثلا ل 60، اعتبروها 60. اما بالنسبه لل خلينا نعتبرها 6. اما بالنسبه لل السيف دوز كانت مثلا 1، نحسب نقسم 6 على 1 معناها الثيرابيوتيك اندكس كان 6 يساوي هذا الرقم. خلانا نعرف انه احنا في عندنا نحتاج 6 اضعاف الجرعه العلاجيه عشان نسبب جرعه سامه، فهذا الشيء ممكن يعطينا انه هذا لار ثيرابيوتيك اندكس اور نارو ثيرابيوتيك اندكس. اذا كان اكثر من 2 الناتج بكون سيف، اذا كان اقل من 2 معناها انه هذا الدواء على تركيزه العلاجية حتى ممكن يسبب سمية، فلازم تكون حذر جدا لإعطائه، وكان لازم يكون في عنا حذر ويعني حرص إنه حساب الدوز ورقبتها. الطريقة تاني الأدوية إنه إحنا هي بشكل أساسي بتكون سموم، هي عكس اللي هي بتكون نارو ثيرابيوتيك إندكس، اللي بوضعها الطبيعي بتكون سموم. مثلا في عنا الأرسين، الأرسين هو مركب زرنيخ، الزرنيخ بشكل أساسي يعني معدن ثقيل سام جدا جدا، لكن يعني بحساب جرعات جدا قليلة اللي هي poisons can be drugged at lower dose ممكن نصير anti protozoa يعني مضاد للطفيليات. التوبوكرارين نفس الموضوع بالنسبة للمصر ريلاكسنت، هو بشكل أساسي لوحده بكون سام، هو كان يستعمل في poison on arrow كمان عشان صيد الحيوانات ويحتاج الشلل، وسبب كمان عندنا في عندنا respiratory depression، فممكن بتركيز قليل جدا نسبب ارخاء العضلات، تركيز عالي بسبب ارخاء عضلات التنفس بسبب التوكسيسيتي افكت. هسا في عندنا سيلكتيفيتي مهم كثير عشان نعرف افضليه الدواء. هسا دواء ممكن بشكل اساسي انه ياثر على اكثر من ريسبتور او اكثر من تارجت، فالسيلكتيفيتي هاي هي اللي بتعطيه ميزه. عندنا مثلا بعلاج السرطان واحده من اهم الاشياء السلبيه انه عدم وجود السيلكتيفيتي، فهاي الامور الثلاثه هي افضل الامور اللي ممكن نبحث عنها خلال اعطاء او تركيب الدواء او تصنيعه او البحث عن المواد الفعاله فيه. عندنا اول شيء انه ما يكون يعطي افكت على النورمال هوستيل، يعني فقط يؤثر على المسبب المرض، هذا شيء ممتاز، ويعني هذا هو الشيء اللي بحاول يبحثوا فيه في علاج السرطان، لانه السرطان كيموثيرابي بيأثر في الجود اند يعني في النورمال وفي الخلايا المصابه. اما الطريقه الثانيه اللي هي كلينج سيرتين مايكروبيال سترين ويزاوت افيكتينج اذرز، هاي وين مهمه في الانتي مايكروبيال او الانتي بايوتكس. احنا في الجسم في عندنا نورمال فلورا بكتيريا نافعه، النورمال فلورا كميتها في الجسم اكثر من عدد خلايا الانسان، فاذا كان الانتي بايوتيك بسبب ضرر على هاي البكتيريا النافعه بسبب عدم السيلكتيفيتي ممكن هذا السبب. طبعا النورمال فلورا لها وظائف كثير مهمه في الهضم، ولها وظائف كثير مهمه في كحمايه، لانها هي شامله كل جسم الانسان، فما بتسمح للخلايا البكتيريه بالنمو. في عندنا مثلا لو اعطينا انتي بايوتيك وسببنا تخرج او موت للنورمال فلورا ممكن يتيح هذا مساحه للبكتيريا الضاره بالنمو، ويسبب عندنا مثلا في عندنا كانديدايتس في الفم، وممكن كمان يسهل حصول مشاكل في الامعاء، ويصير في عندنا مثلا الريتبل باول ديزيز بسبب عدم وجود نورمال فلورا. التارجتينج ا سيرتين ميتابوليك باث واي ويزاوت افكتينج اذرز، هاي لها دخل بالسايد افكت. في ادويه الضغط مثلا تشتغل فقط او هاي اللي هي سيلكتيفيتي على التارجت، ممكن فقط مثلا دواء الضغط ياثر على الضغط ما ياثر على دقات القلب. اما اذا كان مثلا في عندنا ادويه نون سيلكتيف ممكن تسبب عدم انتظام في دقات القلب، فالمرضى القلب ممكن يتاثروا بهذا الادويه. نفس الموضوع لمرضى الازمة وبالنسبه للبرونكو كونستريكشن، فنعطي أفضلية للي بيكون عنده سيلكتيفيتي بهذا الأمور، اللي هي فقط بيأثر على باثوي بدون ما يأثر على بقية الباثوي. بالنسبة للدراك تارجت فممكن يكون أي إشي ممكن يستقبل الدواء، في عندنا الماكروموليكيولز اللي هي الضخمة، ريسبتورز، إنزيم، دي إن إيه، أو ترانسبورت بروتينز. طبعا هذا الشيء لا يعني إنه لازم يعطينا تريتمنت، ممكن يكون ارتباط خاطئ ويؤدي إلى سايد إفكت. أنواع الارتباط هي نوعين، ريفيرسبل أند إيرريفيرسبل. الريفيرسبل بكون بخلايا بروابط ضعيفه،
الامثله عليها اللي هي الهيدروجين بوند، الايونيك بوند، الفاندروولز بوند، والدايبول دايبول اند هيدروفوبيك اللي هو بنسميهم نون كوفالنت بوند. اما بالنسبه للريفرسابل، للريفرسابل فهي بتكون بكوفالنت بوند، الكوفالنت بوند بتكون قويه جدا فبتمنع انه التفكك. طبعا الادويه اللي بتكون ريفرسابل مرات بتكون غير محموده وهي تاثيراتها سامه جدا مثل الغازات السامه او غازات الاعصاب مثل السارين. اما الادويه الريفرسابل عاده ما تكون مفضله لانها تاثيرها ممكن يكون اخف، لكن احيانا الريفرسابل يفضل مثل لو كان احنا بنأثر على بكتيريا او في حاله الكيموثيرابي احنا بدنا نقضي على الخلايا السرطانيه فما بنحتاج انه يكون ريفرسابل، بنيا الريفرسابل. هذا مثال عام، ما في يعني شيء اللي هي بتحكي عن مثلا في عندنا الاورلي ستات اللي هو بسبب يعني بقلل بيعمل انهيبيشن للفاتي اسيد سكريشن او سينثيسز، فبقلل يعني هذا اللي عنده اوبيسيتي او يعني زياده في الوزن فبخفف افرازات الفاتي اسيدز. هاي التعريفات عامة الفارماكوكاينيتيك، تأثير الجسم على الدواء من absorption distribution metabolism and excretion. أما الفارماكوديناميك هو كيف الدواء بيأثر على الجسم من ناحية هل هو agonist antagonist يعني هو مضبط ولا مفاعل، هل هو مثلا partial agonist partial antagonist inverse agonist أو في حالات أخرى. يعني بشكل أساسي هاي فقط تأثير الدواء على الجسم. هسا احنا بننتقل لهذا المنحنى اللي بيمثل كيفية امتصاص الدواء او ما ايش توزيع تركيز الدواء في الجسم بعد ما عملية الادمينستريشن له. هسا احنا في عنا اكثر من طريقة لاخذ الدواء، هاي الاولى هي من خلال اذا كان باي اورال او احنا هنا بناخده فقط الجرعة واحدة باي اورال. اول شيء بهاي الجرعة احنا رح ناخذه لمرة واحدة فرح نلاحظ انه في عنا فترة بداية وفترة نهاية سريعة. موضوع تاني لازم نعرف انه في الاورال احنا ممكن يصير في عندنا اول شيء دراج راح يحصل له ديستريجريشن او يعني تفكك، في عنده ديسوليوشن اللي هي امكانيه انه يحصل له ذائبيه اللي هي ذوبانيه، بعدين بيحصل له امتصاص ابسوربشن. هسه خلينا نشوف في البدايه احنا اخذنا كاورال. اول شيء في عندنا الفتره اللي بتسمح باعطاء التاثير اللي هي اونست. اونست احنا هنا طبعا بدينا باخذ الدواء وهذا المنحنى بمثل تركيز الدواء في الدم. احنا بدأنا باخذ الدواء او بدأ امتصاص الدواء بشكل تدريجي مثل ما حكينا. اول شيء بقي يمتص بدون ما يكون فيه له اي تأثير، هون المينيمم افكت او هو التركيز الاقل اللي بيحصل عنده افكت. لما يوصل الدواء بصير في عنا شيء اونست. اونست هو الوقت اللازم لكي يبدأ الدواء في اعطاء مفعوله، هاي هي time needed of the drug to reach the minimum effective concentration. راح يستمر الدواء بارتفاع وتركيزه، وطبعا هو في حالة هنا في عنا مينيمم وفي عنا ماكسيمم. افتر ذا ماكسيمم راح يكون احنا ضمنيا في عنا هنا بكون اي تركيز اعلى من هذا المعدل راح يكون سايد افكت او توكسيسيتي للجسم. اما اقل من الماكسيمم سيف كونسنتريشن راح يكون في عنا افكت او يعني اللي هو تريتمنت او يعني الشيء النافع. الفرق بين طبعا احنا هاي المسافه كامله بنسميها ممكن ثيرابيوتيك اندكس اللي هي الاي دي 50 على ال دي 50، لانها المنطقه هاي كامله كلياتها التركيز فيها امن للجسم. طبعا حكينا احنا المنحنى مثل البلازما كونسنتريشن اباوت تايم اوف تيكينج ذا دراج، طبعا هنا فور وان تايم لانه خلص مره واحده فجرعته راح تكون امتصاص واضمحلال. راح نشوف ان احنا في عندنا فتره التاثير هي المسافه او الوقت اللي كان فيه تركيز الدواء فوق منحنى المينيمم افكت كونسنتريشن واقل من الماكسيمم سيف كونسنتريشن. راح نلاحظ انه مثلا من لو كان هاي دقيقه استمر مثلا الى 10 دقائق فتره الديوريشن كانت مثلا 9 دقائق اللي هي ديوريشن اوف اكشن اللي هي ممكن نعرفها هو الفتره اللي تركيز فيها كان بعطي تاثير. لاحظون انه في عندنا لانه اخذناه مره واحده في عندنا بيك او يعني هو المنطقه الاعلى تركيز، المنطقة اللي وصل فيها لأعلى تركيز الوقت اللي احتاجه عشان يوصل لأعلى تركيز له تأثير بهذا طبعا بأخذ جرعة واحدة بنسميه time of peak concentration، أما أعلى تأثير بالجرعة الواحدة بنسميه peak concentration. هسا ليش في إنه peak؟ بسبب في إنه أول شيء الدواء رح يبدأ يحصل له excretion، شغلة ثانية إنه أخذ جرعة واحدة فالجرعة خلاص ما رح يمكن إنها تكون موجودة في الجسم أكثر من هيك. طبعا الانست في عندنا اكثر من شغله بتاثر عليه مرات انه ايش الشكل الدوائي اللي تم اخذها عليه، هل مثلا كان سوليوشن، هل كان سسبنشن، هل كان تابلت، لان هي تقريبا الفتره اللي بحتاجها الدواء اللي يتم هاي العمليه هي اللي هي راح تسبب لنا الانست تقريبا.
من الاشياء الثانيه اللي بتاثر كمان عندنا اللي هي مثلا لو كان اي في راح يختلف الشكل وغيره. شوف تقريبا هون في شكل، مثلا لو كان اي في بكون بادي اصلا 100% وببدا يحصل له اكسكريشن، لو كان باي اورال على فترات متقطعه راح يحصل له اول شيء كونسنتريشن يزيد وينقص بشكل طبيعي، بعدين برد يزيد لان اخذنا جرعه زياده، برد يزيد بهذا الشكل متقطع. اما اذا كانت سكسيف اور متتابعه الباي اورال راح يكون طول الوقت بعمليه ازدياد. هاي هي الشكل اللي بيمثل اخذ الدواء في حالات انتحار باي اورال، لانه المريض راح يضل ياخذ جرعات متتابعه بشكل سريع جدا، بحيث انه الدواء مثلا اذا كان هنا السيف دوز راح يتخطاها ويوصل التوكسيسيتي دوز. طبعا هاي اسمها بيلد اب كونسنتريشن اور ستيدي ستيت، لانها راح تستمر بالزياده بشكل معدل ثابت. هسه بالنسبه لمخطط الفارماكوكاينيتيك او ايش الامور اللي احنا بنرشحها لكي تحصل للدواء داخل الجسم، اول شيء احنا في عنا راح يتم اخذ الدواء، طبعا هذا بيعتمد على الروت والفورميليشن. مثلا اذا انت اخذته سبكوتينس ولا مثلا انت قررت تاخذه انجكشن، هل هو سبكوتينس اي ام اي في تختلف كل واحدة عن الاخرى. الفورميليشن مثلا اللي انت خلاص قررت تاخذه اورالي، هل اخذته تابلت، هل اخذته كوتد تابلت، هل اخذته كابسول، كل شيء بيختلف عن غيره. ممكن كمان تاخذه سوليوشن، ممكن اللي هو سيرب او غيره، ممكن تاخذه سسبنشن. من الامور الثانيه في الدراج بعد ما ناخذ الدراج ادمنستريشن، هذا راح يعتمد على الدراج ابسوربشن. هسه في عده امور راح تصير بعد عمليه الابسوربشن وقبل عمليه الابسوربشن كمان. هسه الدواء راح يحصل له دخول للجسم، خلاص تم اخذ الدواء في الجسم دراج ادمنستريتد، راح يوصل لمنطقه الامتصاص. هسه لما يتم امتصاصه او في منطقه الامتصاص في عندنا اكثر من شغله ممكن تحصل له. هسه الدواء مثلا انت اخذته اورالي، في انزيمات في الفم راح تبدا تعمل له ميتابوليزم، في انزيمات في المعده راح تعمل له ميتابوليزم، في اهم شيء اللي هي انزيمات الليفر، لانه في عندنا بورتال بتوين ذا ليفر اند ذا ستومك بتسبب انه الدواء يروح على الليفر قبل ما يروح على الدم، بيؤدي هذا الشيء الى يصير في عندنا هايلي هيباتيك ميتابوليزم بتسبب خساره جزء كبير من الدواء. طبعا كلياتهم اي عمليه ميتابوليزم تحصل قبل عمليه وصول الدواء الى الدم او قبل عمليه الابسوربشن بنسميها الفيرست باس افكت، هي اني ميتابوليزم ذات اكرز تو دراج بيفور ريتشينج تو بلاد. طبعا احنا مينلي تو ليفر، لانه فعليا هو مينلي تو ليفر، يعني هو بشكل اساسي عمل المين سايت اوف ميتابوليزم از ليفر. اما بشكل عام هل الميتابوليزم بيحصل فقط في الليفر؟ لا، في الليفر لا، هو بيحصل باي مكان في الجسم في انزيمات او في امكانيه او احتمال يحصل فيه ميتابوليزم. بعد ما يتم امتصاصه ووصوله للدم في عنا عدة احتمالات. طبعا هنا هل طبعا حسب سهولة وصوله للدم، مثلا هل هو ممكن قادر على انه يحصل له امتصاص، وين راح يحصل له امتصاص، كيفية حصول الامتصاص حسب طبيعة المادة، هل هي ايونيك، هل هي ايونيزد، هل هي نون بولر، هاي الامور كلها بتساعد على امكانية وصول الدواء للدم بشكل اسهل. هسا بعد ما وصل الدواء للجسم الدواء للدم في عدة امور بنسميها ديستريبيوشن، هي كيف الدواء راح يتحرك في الجسم، ممكن يرجع بشكل للميتابوليزم يروح للليفر ويحصل له ميتابوليزم بدون ما يعطي افكت، او انه اصلا احنا هذا اللي بدنا اياه، انه لو كان مثلا في حاله البرودراج بدنا الدواء يتم امتصاصه ويروح على الليفر ويحصل له ميتابوليزم ويصير اكتف ويعطي تاثيره بعدين. فهاي واحدة من الاشهر الامور اللي راح تصير انه يروح على الليفر بعد ما يتم امتصاصه، ممكن يحصل له اكسكريشن اذا كان هايلي بولر بدون ما يروح على اي تشو ثاني، خلاص مباشره يروح على اليورينري اور البايل ويتم عمليه اكسكريشن. وعلى فكره هذا الشيء ممكن مرات احنا بكون بنستهدفه في حال احنا مثلا بنعالج اليو تي اي او اللي هي اليورينري تراكت انفكشن، الدواء بكون هنا من الافضليه انه يروح عليها مباشره، ما في داعي يحصل له امتصاص او ما في داعي يتوزع باقي الجسم، فهاي واحده من الامور ممكن تكون ايجابيه. من الامور الثانيه هل الدواء، طبعا مش شرط الدواء يروح، طبعا هاي المفروض اللي احنا بنامل منه انه يروح للدراج تو ذا سايت اوف اكشن. سايت اوف اكشن هنا اللي هي التشيو، هل اللي هي هل راح يعطي اثر في التشيو ولا لا، هو راح يحصل ديستريبيوشن، هل راح يستطيع عبور الاغشيه المحيطه فيها. في عندنا بهذا الشيء بعطينا عده مصطلحات، اول شيء تركيز الدواء اللي وصل للدم بنسميه بلاد بايو افيلابيليتي او اورال بايو افيلابيليتي، يمكن نسميها as the fraction or amount of the drug that reach to the blood after oral administration. طبعا الاورال بايوافيلابيليتي بندرج عنها الدراج اور تيشيو افيلابيليتي اللي هي fraction of the drug that reach to the site of action، يعني كم من الدواء اللي تم امتصاصه في الدم وصل للسايت اوف اكشن. طبعا دائما دائما راح تكون السايت اوف اكشن اور تيشيو افيلابيليتي اقل من
بلاد اب بايو افيلابيلتي لانه اور بلازما بايو افيلابيلتي لانه اللي وصل الدم ممكن يصير له ميتابوليزم اور اكسكريشن اور باين تو نون اكتيف او يعني يصير غير يعني نون افيلابل. فدائما الدراج ذات ريتش تو ذا سايت اوف اكشن اور تيشو افيلابيلتي راح تكون اقل من البلازما افيلابيلتي. واحد من الاحتمالات الثانية طبعا انه يصير في عنا او يرتبط في امور هاي في عنا هاي الامور يرتبط فيها حيث يصير inactive الدواء. لما يصير inactive هنا ما رح يتم عليه اي عملية من عمليات الفارماكوكاينيتك، يعني الدواء رح يرتبط في البروتين مثلا بلازما بروتين هو اشهر شيء او الفات ستورج يعني يتخزن في الفات. هل رح يحصل له ميتابوليزم؟ لا. هل رح يحصل له سكريشن؟ لا. هل رح يعطي تأثير كمان؟ لا. هاي بيكون زي مخزن. فهاي ايش الهدف منها او ايش الفائدة منها؟ انها رح تعطينا زيادة في الديوريشن اوف اكشن، فهي رح تعمل مثل المخزن او الريزرفوار وفي عملية اتزان. مثلا احنا بنخزن 90% من الدواء بكون في 10% فري، لما يتم الامتصاص او اكسكريشن لل 10% بيجي بيعمل تفكك من البايندد وكمان بفكك كمان 10% عشان يعوضوا النقص وهكذا. فعشان هيك هاي بتهمنا في الديوريشن اوف اكشن، انه بدل المريض ما ياخذ الدواء 4 مرات في اليوم ممكن ياخذه مره واحده ويصير يتفكك بشكل متدرج خلال فترات اليوم. هذا حكينا عنه دراج ابسوربشن كان دراج باس تروح. حكينا عنه انه احنا في عندنا عده معضلات انه هل ممكن فعليا الدواء يعبر ولا لا. هاي هي ممكن الوصف الاساسي للسيل ميمبرين باغلب التيشيو. السيل ميمبرين بشكل اساسي هو صفته انه فوسفوليبيد باي لاير، يعني هو اصلا فعليا هايلي بولا لايبوفيليك، فمش اي شيء ممكن يعبر من خلاله. مركبات البولر ما راح تستطيع العبور من خلاله بسهوله، فعشان هيك احنا في عندنا عده ميكانيزمات لعبوره. اول شيء اذا كان لايبوفيليك الدواء بشكل معقول راح يعبر من خلال الديفيوجن لانه هو لايبوفيليك. اما اذا كان الدواء نون بولر اور هاف يعني مثلا تشارج راح يكون في عندنا او ممكن يكون حجمه كبير راح يحتاج لاكتيف ترانسبورت. هي بتحتاج طاقه لاكتيف ترانسبورت. في عندنا مثلا مثل الشوجر لانها بولر اور الامينو اسيد بيكوز اتس تشارج. اما في عندنا حالات اذا كان هون حكينا انف لايبوفيليسيتي، افرض كان في عندنا هايلي لايبوفيليك، كان فعليا جدا جدا هايلي لايبوفيليك، هون ايش بيحصل؟ بدل ما يذوب ويتم تحريكه خلال الممبرين راح يترسب. فهي واحدة من المعضلات، ومرات احنا بدنا اياه يترسب عشان مرات بكون لوكالي اكتف. طبعا الاكسكريشن من خلال الوتر سوليبل اذا كان خلال الكدني هذا اشي مهم، ان احنا عشان يحصل له اكسكريشن باي كدني او باي يورين it has to be water soluble drug. فعشان هيك احنا بتصير مع عملية قبلها بتم عملية الميتابوليزم اللي هي عملية تحويل الادوية to more polar. طبعا هاي كلها احنا في لها شرح تفصيل في شابترات تانية، فهي كلها مرتبطين مع بعضهم. احنا بنحول الدواء لمور بولر عشان يحصل له اكسكريشن باي يورين. كلها يعني امور عامه اللي حكينا عنها. اغلب الادويه في اغلب الامور عندها تارجت، التارجت متنوع كثير، اي امثله على التارجت وكيفيه دراستها. احنا طبعا لازم لازم الدواء يوصل للتارجت. ايش يعني متى بعطي تاثير؟ it had to reach to the target find the active site. انه مثلا هي تارجت كامل وين بده يوصل؟ ممكن يجي هون بهذا المنطقه غير فعاله، لازم يجي على الاكتيف سايت. وصل للاكتيف سايت ايش ممكن كمان يستطيع يعمل؟ binding to it. هنشوف هسه تقريبا كان يعني ملخص سريع المحاضره الاولى. المحاضره الثانيه كانت هي تكمله لها، هي لها علاقه بانواع الروابط. بالنسبه للمحاضره الثانيه وانواع الروابط بتهمنا ان احنا حكينا في عندنا ريفرسبل اند ريفرسبل بوند بوند. اذا كان ريفرسبل هو اغلب الادويه ريفرسبل مثل وطبعا هي بتتم بالويك بوند. اما الريفرسبل فهي مختصه في ادويه معينه مثل الكانسر دراج، الانتي بايوتيك، البي بي اي دراج. بي بي اي اللي هي البروتون بامب انهيبيتور، انها احنا بدنا اياها في عندنا بكون في عندنا خطر يصير قرحه، فبنحتاج انه فتره التاثير تكون اطول من الفتره العاديه بقيه الادويه. طيب طبعا الريفرسبل معناها انه بتم عمل بلوك بشكل غير لا يتم تفكيكه. طبعا هذا الشيء لا يتم عمليه الريبير له، فقط بعمليه تصنيع انزيمات من بدايه وجديد، يعني عمليه تصنيع التارجت من اول وجديد عشان يتم تعويض النقص. فعشان هيك هي اصلا مش انه خلاص بقدر للخليه، خلاص الخليه كامله بتفوت بس الجسم بيعوض بدالها، بس فتره التاثير راح تكون جدا طويله. هسه انواع الروابط حكينا الاسترونج اللي هي كوفيننت بوند،
اللي هي الريفرسبل. اما بقيه البونت مهم حفظهم والتفريق بينهم، لانهم بيجوا في الامتحان كشكل، ممكن يجي شكل مثل هذا تماما، يرسم انواع البونت ويأشر انه هاي البونت ايش نوعها، هاي البونت ايش نوعها، هاي البونت ايش نوعها، هاي البونت ايش نوعها، وهكذا يعني بشكل اساسي. اكيد اكيد جاي في الامتحان يعني زي هيك، طبعا باختلاف انواعها. في امكانيه عنده انه يجيب اما بهذا الشكل او بهذا الشكل. طبعا هذا حفظناهم، هيدروجين بوند، هيدرو فريك انتر اكشن، فاندر وول. اول شيء ان احنا في عندنا الضعيفه، في عندنا الباراكوتول اللي هو انتي هايبر تنشن. باراكوتولول اول شيء هو بيتا بلوكر. في عندنا ارتباط بين الاو والاتش، كلياتها بنعرف انها هي اكيد هيدروجين بوند. ارتباط بين اروماتيك، هاي اروماتيك انتر اكشن بين اروماتيك رينج اند ذا سايت اوف اكشن. هنا فرض انها دايبول لانه اعطانا انه في هنا فرق شحنات، هنا ممكن يكون معطينا ريسبتور او، انت بتفرض انه الاو هنا راح ترتبط مع اشي فيها، يعني ممكن ترتبط او مع كاربون مثلا، تعطينا هذا الفرق بتصير فينا دايبول دايبول. نيتروجين مع اشي له اي شحنه هون، بكون مثلا اذا نيتروجين لها بلس بكون في هنا مثلا او ماينس، او بكون في عندنا اي اشي مش او ماينس، ممكن ليثيوم مثلا يعطينا ايونيك. هيدروفيك انتراكشن مثلا سي، هنا في عندنا سي فاعطانا الهيدروفيك انتراكشن. تقريبا في عنا امور تانية ممكن هسا هم في اشياء ما كتبوها هنا. طبعا هاي بالنسبه لاسمها اروماتيك لانها بيتا اند بيتا، مثلا احنا في عنا هنا بده يكون بهاي المنطقه كمان اروماتيك، بس انا مش محدد هذا الشيء. نكمل الموضوع، احنا هسا خلصنا موضوع ال النون كوفالنت اللي هي ضعيفه. بالنسبه للكوفالنت اللي هي الروابط الريفرسبل، فين النوع الاول او كيف نفرق بينهم، انه لازم يكون في عندنا رابطه بين نيوكليوفايل اند الكتروفايل. طبعا متى يكون عندنا الكتروفايل او كيف نعرف انه مركبنا هذا الكتروفايل عشان يتم هذا الموضوع، ممكن يكون في عندنا الكيل هيلايد اللي هي مجموعه راح يكون في عندنا بين كلور، اللي هي لازم طبعا يكون جود ليفنج جروب. مين الجود ليفنج جروب؟ في عندنا الايبوكسايد، في عندنا يكون الحلقه اللي فيها نيتروجين اللي هي ديرو سايكليك فيها نيتروجين يعني، في عندنا الالفا بيتا كاربون انساتوريتد ممكن كمان يصير في عندها، اللي هي في عندنا كاربونيلز ممكن يصير في عندنا ريزونانس، يصير في عندنا جود ليفنج اللي هي ممكن تصير هاي او ماينس ويصير في سهوله في كسرها. في عندنا من الامثله هنا اي جود ليفنج جروب ممكن تكون في عندها ريفرسبل. هاي حكينا عنها الكيل هيلايد. هنا في عندنا ايبوكسايد امكانيه كسرهم او تكوين الكوفالنت بوند من خلال هاي الروابط اللي ممكن تحصل هنا هي عمليه ممتازه. طبعا كيف ممكن احنا كيف نعرف انه الناتج كيف راح يكون او كيف ممكن نتوقع الشكل؟ راح يكون البوند من خلال فقدان مثلا الكلور وتكوين رابطه بين السايد اوف اكشن وال او الاكتيف سايد والمركب كامل. طبعا هل الفارماكوكينيتي كل فارماكوديناميك متعلقين؟ فاكيد جواب نعم. طبعا هذا ايش المقصود منه؟ انه هاي الفقرة ايش معناها؟ انه ما بنستطيع الدواء ما ممكن يعطي تأثير او ما ممكن نتوقع ايش الفارماكوديناميك للدواء اذا ما قدرنا نتوقع ايش امكانية وصول الدواء او امتصاصه او توزيعه او الاكسكريشن تاعه اللي هي الفارماكوكينيتيك. نفس الموضوع ما رح نستفيد اذا حصلنا على دواء يتم امتصاصه والاكسكريشن وكل شيء بشكل مثالي اذا ما عرفنا كيفية تأثيره على الجسم. بس الموضوع الثاني راح يكون موجود، هذا راح اجله فيديو ثاني ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا شرح هذا النقطه ومفقين ان شاء الله.